بريطانيا تعترف بمغربية الصحراء بإزالة الخط الفاصل من خرائط كافة مؤسساتها. أقدمت عدد من المؤسسات البريطانية على رأسها شبكة بي بي سي والوكالة الوطنية للإحصاء البريطاني على تحديث الخرائط الدولية المعتمدة مزيلا بشكل رسمي الخط الذي كان يفصل المملكة المغربية عن صحرائه. ونشرت الوكالة البريطانية للإحصاء خارطة المغرب كاملة على بوابتها الإلكترونية، منهية بذلك أوهام النظام الجزائري المفلس الذي يتجه نحو الإفلاس المالي بعدما أفلس دبلوماسيا وسياسيا ولم يعد له أي وزن قاريا ولا دوليا. ويعتبر هذا اعترافا رسميا من قبل الحكومة البريطانية بمغربية الصحراء، خاصة وأن هذه المؤسسات الكبرى التي قامت بتحديث خرائطها هي مؤسسات لها وزن كبير داخل بريطانيا وخارجها. قد اقتفت خطوات الولايات المتحدة التي اعترفت بشكل رسمي بمغربية الصحراء في دجنبر الماضي.